أهلا بكم في قرية آيت بولي. تركنا قرية آيت بولي تتأمل ماضيها العريق. أهلا بكم. بين قمم الجبال الشامخة قمم جبال الأطلس الكبير الأوسط، وبين هذه المناظر الجيولوجية والجيومورفولوجية الرائعة، تقع قرية آيت بولي الجميلة التي تنتشر دواويرها بين هذه الوديان، والتي يحرسها جبل رات، والذي يتجاوز علوه أكثر من 4000 متر عن سطح البحر. توجد جماعة آيت بولي الغنية. أهلا بكم في قرية آيت بولي، القرية الجبلية الأطلسية الجميلة الساحرة، حيث أشجار الجوز تمتد على طول البصر. آيت بولي الكرم، آيت بولي الجود، آيت بولي زراعة الزعفران، الزراعة الجديدة في إقليم الزلال الأطلس الكبير الأوسط. أهلا بكم في هذه القرية الجميلة. تتميز جماعة آيت بولي بتمازج بين الإرث الحضاري والعمراني والمزروعات الخضراء، مما يرسم لوحة جميلة يجسدها على أرض واقع قرية أبشكو الجميلة، حيث تتمازج الطبيعة بالتراث والإرث العمراني ليشكل لوحة جميلة. ليظل هذا الطابع العمراني سمة وخصوصية تميز المنطقة. بين القرى والوديان المنتشرة بمنطقة آيت بولي تنتشر زراعة الزعفران، والتي انتهجتها الجهات المختصة كمخطط إقليمي لمحاولة انتشال المنطقة من الفقر الذي تعاني منه. يعمل أفراد ونساء قبيلة آيت بولي على شكل تعاونية وأفراد من أجل جمع حبات الزعفران وتثمينها وتسويقها من أجل الرفع من دخل الأسر، مما جعلها تنتج من أجود أنواع الزعفران. بينما أنت تغادر قرية آيت بولي، تنتشر على طرق الطريق هذه البنايات الطينية التي تمتزج بجمالية أشجار الجوز التي تمتد على طول البصر، مستفيدة من المياه التي تزرع الخضرة على طول هذا المجرى المائي الذي يغذي وادي تساو. معنا روعة وجمالية تركنا قرية آيت بولي تتأمل ماضيها العريق، وفي الطريق مناظر أبت إلا أن تتكلم صامدة أمام وقار الزمن وتغير أنماط الحياة من حولها. آيت بولي القرية الجميلة، نودعها ونودعكم في هذه الرحلة الشيقة والرائعة والجميلة جدا. إلى موعد آخر.